ما شاء الله تبارك الله، ايش اللبس هذا الجميل؟ ما شاء الله تبارك الله. شو اسمك؟ نمر. نمر مين؟ بن عدوان. نمر بن عدوان ها؟ نمر اسمك؟ لا، نمر مبارك. والنعم فيك علي. والنمر مبارك الجهني. ان شاء الله مبارك الجهني. ما شاء الله تبارك الله. وانت؟ نمر مبارك الجهني. ايوه كذا تمام. بالتوفيق ان شاء الله، الله يوفقكم. ما شاء الله تبارك الله. ها شو اسمك؟ الشنطه ريتال. ريتال مين؟ مبارك الجهني. ما شاء الله تبارك الله. أعرف لك؟ ها؟ تفضل. أعرف لك؟ تفضل. عرفي بنفسك أول شيء. الاسم؟ أم النمر خديجة الجهني. إي تفضل. هذه شنطة العروس القديمة طبعاً. هذه هذا الكحل، هذا العطر حقها، هذه الشنطة، هذه الأساور، هذه مراياتها. هذه شنطة العروسة. هذا الرادي. هذه المبخرة. وهنا أم النمر خديجة. خديجة الجهني. خديجة الجهني. هذا وليد شارخ. ما شاء الله. والنعم. الثوب اللي عليه ذا مرودن، ذا قديم له 50 سنة. له كم هذا؟ له فوق 50 سنة. ايش يسمونه؟ مرودن. ايه ما شاء الله تبارك الله. شكرا. ايوه هذا العلم. ها ايوه العلم هذا قبل ما يجي العلم السعودي كانوا من يخرجون من صلاه العيد يجيبون الملح زي كذا ويرمونه كل صبح. بس اللي يبين يعيد.